إن شاء الله كلام اليوم عن موضوع مصادر التلقي في الشريعة الإسلامية. والمقصود بمصادر التلقي أي المصادر التي نعرف بها الدليل على أي مسألة من مسائل الدين، إنه المسألة دي من دين الإسلام ولا ما من دين الإسلام، وحكمها في الدين الإسلامي هل هي فريضة، واجب، محرم، مكروهة، مباحة إلى آخره. فمصادر الشريعة الإسلامية في التلقي أربع مصادر متفق عليها. الأول، المصدر الأول القرآن، والقرآن كله صحيح، ما فيه صحيح وضعيف. أول ما الإنسان يستدل من القرآن إلا يكون قرأه غلط، لكن القرآن كله صحيح، لقوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ بحفظ الله. المصدر الثاني من مصادر التشريع السنة الصحيحة، وقلنا السنة الصحيحة لأنه في سنة ضعيفة، والضعيفة ده ما معناه الحديث ضعيفون يعني صغير ولا رقيقوني كده ولا كلماته شوية ولا كثيرة، القضية ما كثيرة ولا شوية ولا كده. القضية السنة الصحيحة معناها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة الضعيفة معناها دي ما قال الرسول أو ما فعل أو ما أقراها. فده مصدر بتاع تلقي، يعني نتلقى منه الدين ونتعلم الدين من السنة الصحيحة اللي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلى السنة الصحيحة صحيحي البخاري ومسلم. مما يقول لك الحديث ده رواه البخاري، خلاص الموضوع انتهى، تاني ما تناقش كثير، ما تقول الحديث ده جبتوه من وين وانت قاعد تجيب الحديث دي من وين، لا، ده في البخاري انتهى الموضوع، الحديث في مسلم انتهى الموضوع خلاص. أما بقية الكتب كالسنن الأربعة، أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، دي السنن الأربعة اسمها، السنن الأربعة، ومع الصحيحين الاثنين بيسموهن الكتب الستة. دي المصادر الأربعة، فيها صحيح وفيها ضعيف، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، فيها صحيح وفيها ضعيف. عشان كده أي حديث رواه أبو داود ولا الترمذي ولا واحد من أصحاب السنن، نحن بنرجع لشنو؟ إنه الحديث ده صحيح ولا ضعيف. أنا داري أثبت لك قواعد. أول حاجة، دي قواعد متفق عليها عند أهل العلم من الأئمة الأربعة والذين من بعدهم والذين من قبلهم، وإن كان من الأئمة الأربعة من هو عاش في قرن قبل الكتب المكتوبة دي، كالإمام مالك أو أغلب قبل الكتب المكتوبة، إلا الإمام مالك كتب المسند والموطأ، والشافعي كتب المسند وغيره، لكن الكتب دي كتاب البخاري ومسلم وابن ماجه كلها دي بعد الأئمة الأربعة. المهم، من مصادر التلقي نمرة اثنين قلنا شنو؟ السنة، السنة الصحيحة. يعني يا صوفي أبصلع البجاء، قالوا ما تجيبوا اسمه مش أبصلع، خلاص البهنة. في سنة صحيحة وفي سنة ضعيفة، وضعيفة وصحيحة دي ما بالمزاج، عشان يجي يقول لك يا وهابي تسمنوا رقبتكم وضعفوا الأحاديث، نحن ما بنسمن رقبتنا ولا بنضعف حديث، ونحن في رقبتنا ذاتنا ما نسمان عشان نحن نضعف لنا حديث. على أي حال، نحن سمان، نحن ضعاف، إنت سمين، إنت ضعيف، ما من حقك تسمن ولا تضعف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالقواعد المتفق عليها عند علماء الحديث. عشان كده لما نجي نقول لك الحديث ده ضعيف، مش بمزاجنا كده، ما عاجبنا ضعيف ضعيف، عاجبنا صحيح صحيح، ما كده. في عنده قاعدة في الدين، في الشريعة عنده قاعدة الموضوع ده كله، وقاعدة متفق عليها، ما ملعب ساي. طيب، نمرة اثنين قلنا السنة الصحيحة. نمرة ثلاثة الإجماع. إذا الأمة أجمعت على مسألة من مسائل الدين، مثلا خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي عليه الصلاة والسلام،
من الخليفة؟ أبو بكر الصديق. بعد أبو بكر الصديق من الخليفة؟ عمر بن الخطاب. بعد عمر بن الخطاب من الخليفة أو إمام المؤمنين أو أمير المؤمنين؟ عثمان بن عفان. بعد عثمان بن عفان من؟ علي بن أبي طالب. تمت كيف؟ بإجماع الأمة الخلافة، بإجماع الأمة. عشان كده الإمام أحمد قال: ومن طعن في إمامة واحد من الأربعة فهو أضل من حمار أهله، لأنه خالف إجماع الأمة. إجماع الأمة المقصود شنو؟ المقصود إجماع الأمة يعني العلماء اللي يقتدى بهم في الدين. أما الإجماع مجمع طرنق عدل، يقول لك والله نحن كمتصوفة قاطبة كده أجمعنا على إنه البرع ولي لله. أه، وعلى كيفك أنت إجماع الأمة؟ يقول لك يا أخي أجمع الشعب السوداني، أجمع الشعب السوداني على إنه التصوف هو المسار الصحيح والمسلك الصحيح في الدين. كذاب. نحن سودانيين ولا بنغلاديش؟ نحن سودانيين كلنا، ما مجمعين معك، مجمع معك منو ذاته. هل نحن أجمعنا معك إنه التصوف يمثل دين ويمثل الطريق الصحيح للكتاب والسنة؟ أبدا ما أجمعنا معك. فالإجماع إجماع العلماء، ما إجماع الطرنقع، إجماع علماء الدين. أما فلان وعلان ويقول لك المسألة دي ما في إجماع لأنه المصوفة خالفوا، ديل لو خالفوا لو وافقوا ما عندهم أي اعتبار في الشريعة الإسلامية، لأنه ليس هم من علماء الدين وعلماء الملة. عشان نرجع لهم. إذا نمرة ثلاثة الإجماع، نمرة أربعة القياس الصحيح، لأنه في قياس ما صحيح وفي قياس صحيح. القياس الصحيح ده القياس في مسألة ما فيها نص من الشريعة الإسلامية ما منصوص عليها. العلماء بيقيسوها قياسا على مسألة تانية لنفس العلة بيناتهم. مثلا عندنا التنباك حرام والبنجو حرام، وما في آية ولا حديث بقول البنجو حرام. عرفتك؟ لو فتشت القرآن من البغرة للناس، من الفاتحة للناس، ما في دليل على انه البنجو كده بالنص حرام. لكن العلماء قالوا حرام ليه؟ لأنه بيشبه الخمر في علة متفق عليها بيناتهم اللي هي الإسكار. بتشرب بنجوية بتمرق من الشبكة، بتشرب لك جرد المريسة بتمرق من الشبكة. إذن اتفقت العلة، اتفق الحكم بيناتهم، إذن حرام. يبقى ده العلماء بيقولوا دي من المسائل القائمة على شنو؟ على القياس. تقاس على ديك، بتشبهها تقاس عليها. يبقى كل المحرمات تقاس على بعضها إن اشتركت في العلة. ده القياس. دي المصادر الأربعة في الشريعة الإسلامية. نجي نشوف مصادر التلقي عند المتصوفة. أنا وريتك في الدين الإسلامي مصادر التلقي أربعة. طيب نشوف المتصوفة. المصدر الأول من حيث الذكر، مش ترتيب يعني، المصدر الأول عند المتصوفة يقول لك المواجيد. سمعت بحاجة اسم المواجيد؟ أيوة. المواجيد دي أشياء واحد يقول لك جاتني في قلبي كده، بس جاتني في قلبي. جاتك من وين؟ أجاب لك منو؟ احتمال جابها إبليس، واصله جابها إبليسي، ما في نقاش دي. لأنه ربنا قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ما في حاجة اسمها لقيتها في قلبي كده. تسأل الصوفي تقول له القبة دي بنيتوها ليه؟ يقول لك أبويا الشيخ قال الله ألهمه كده في قلبه، ألهمه إنه يبنوا قبة. يا زول، والدليل وينه؟ من مصادر التلقي اللي قلناها قبل، قرآن، سنة، إجماع، قياس. في؟ يقول لك ما في. في شنو؟ كده كده لقاها في قلبه. ده ما مصدر بتاع تلقي للدين، لأنه أنت لقيتها في قلبك. أنا ممكن أجيك بكرة أقول لك أنا لقيت في قلبي برضو. لقيت شنو في قلبك؟ أقول لك لقيت إنه مكسرة القبة اللي بنيتها أنت. تقول لا لا أنا كيف لقيت؟ وأنت لقيت كيف؟ ما أنا لقيتها في قلبي.
وانت لقيته في قلبك، يعني انت قلبك احسن من قلبي ولا شنو يعني؟ مع قلبي وقلبك الاثنين لقوا. اذا ده ما مصدر من مصادر التلقي، لانه ما في مرجع يفصل بيناتنا. هذا في قلبك انت. طيب المرجع اللي بيفصل بيناتنا شنو؟ انا الليله لما اجي اقول لك ما بيجوز تدعو غير الله، بتقول لي دليلك شنو؟ بقول لك الله قال في سوره الاحكاف الايه نمره 5: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ده نص قران، ده مرجع بيناتنا. انت اختلفت معي، ربنا يقول شنو؟ اها، فان تنازعتم في شيء نعمل شنو؟ فردوه الى الله، يعني القران، والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ترد الى الله يعني القران، للرسول يعني للسنه، بيكون في مرجع بيناتنا. طيب انت يا صوفي لما تيجي تقول لي انا لقيت في قلبي كده، لقيتها اها لقيتها، ده انا عارفها كيف، لقيتها ولا ما لقيتها؟ احتمال تكون ما لقيتها، انا عارفها كيف، المرجع شنو؟ عشان كده بتاع سراج السالكين ده مرجع من مراجع الصوفيه، وانا بديك المصادر، مصادر التلقي بتاعت الصوفيه من خلال مؤلفاتهم وكتبهم. الزول صلى على المجاي جايب لك كتب راسيه ما بيفتح لك كتاب، دي كتب الوهابيه يقول لك. طيب افتح كتاب، مرقين كلام الوهابيه ده من جوا، ما بيقدر. نحن بنديك من مصادرهم. كتاب سراج السالكين قال الشيخ قال للحوار، او الحوار سال الشيخ عن مساله، قال من مسائل الدين، الشيخ قال فنظر الى اعلى، خد بالك معاي وتابع المسرحيه لحد النهايه، نظر الى اعلى والى اليمين والى الشمال ونظر الى تحت، بعد ذلك قال جاوبه. الحوار بيسال في الشيخ، قال له ابويا الشيخ انت عينت يمين ما جبت الاجابه، شمال ما جبت الاجابه، عينت فوق ما جبت الاجابه، عينت تحت اديتني الاجابه، السر شنو في البرنامج ده؟ قال له انا سالت ملك اليمين، الملكه قاعد يمين هنا كويس؟ قلت له بتعرفها؟ قال لي ما بعرفها. سالت ملك الشمال، قلت له بتعرفها؟ قال ما بعرفها. قال عينت فوق في اللوح المحفوظ، عين، قال فتش اللوح المحفوظ كله، قال ما قال فنظرت، قال فاذا هي موجوده في صندوق قلبي، قاعده في صندوق في قلبه جوا. بل بالله صندوق قلبك ده الملك اليمين ما بيعرفه، الشمال ما بيعرفه، اللوح المحفوظ ما كتبوه فيه. ربنا قال وكل شيء، كل شيء احصيناه في امام مبين. ده اللوح المحفوظ، اي حاجه مكتوبه فيه، الشيء اللي في قلب الصوفي ده اللوح المحفوظ ما فيه. رايك شنو انت؟ قال لقيناه في قلوبنا. عشان كده اعرف يا مسلم، انت دار تتعلم من صوفي، اول حاجه بعلمك حاجات جاته في قلبه، وجاته في قلبه دي جاب له الشيطان، لانه في القران ما في وفي السنه ما في، حتكون من وين ثاني؟ ربنا قال استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. تنجر من راسك معناه بمليك الشيطان، تجيب من القران والسنه بنقبل منك. نمره 2 من مصادر التلقي عند الصوفيه الكشف، بيكشفوا قالوا، والكشف عندهم اما ان يصعد الولي الى اللوح المحفوظ، يطلع فوق الى السماء ويتكلم مع الله كده عديل كويس، او يكشف الولي من مكانه هنا، يكشف ما يوجد في اللوح المحفوظ من امور الغيب. كذب ولا ما كذب يا اخوان؟ هذا قبال ما نمشي قدام. هو سموه لوح محفوظ ليه؟ عشان الصوفيه بعينه له يبقى لوح محفوظ. يا اخي جات في اثار في كتب التفاسير انه الملك الذي ينزل بالوحي، الملك الذي ينزل بالوحي لا يعلم ما فيه، بل ثبت في الصحيح، وده دي روايه صحيحه، انه الملائكه لما يوحي المولى سبحانه وتعالى بالامر الى جبريل، الملائكة بيصعقوا
يصعق الملائكة، لأن الوحي بينزل على جبريل كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة بتاعت حديد جنزير بيضرب على حجر من الصوت. الملائكة كلهم يخروا، كلهم يخروا، فيأتيهم جبريل فيقولون له: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. الملائكة ما يتحملوا الوحي لحد ما يصعقوا، وجبريل بعد ما يفيقوا يكلمهم بما أوحى الله سبحانه وتعالى. يجي الصوف الآن داير يعرف براو يا أخي، الشياطين اللي عندها قوة ما عند الصوفي، والبتجيب الأخبار للدجال ذاته، شياطين بتطلع. ربنا قال: وإنا كنا نقعد منها، يعني من السماء، مقاعد للسمع. كانوا بيسترقوا السمع، واستغنى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال هكذا بعضهم فوق بعض، بترصوا الشياطين ده فوق ده ده فوق ده لحد السماء، فيسترق الفوق مسترق السمع. ده بيسترق عشان يسمع كلمة واحدة يجيبها لأبوك الشيخ هنا عشان يدق بها مقلب في الأمة، ده يسترق له كلمة واحدة بس، بيتسلط الفوق يسترق السمع. أول ما يسمع له كلمة واحدة ما بيتم باقي الكلام، يسمع كلمة واحدة فيلقيها إلى من تحته، شيطان تحت منه، وده بيديها لده وده بيديها لده لحد ما تصل عند أبوك الشيخ تحت، كلهم شغالين معه. ما تقول لك أبويا الشيخ ده ولي صالح وبجيب الرايحة، رايحة يا تدي رايح حتة، رايح حتة، ده كان بيصدق زي ديل. الشياطين بيجيبوا له كلمة، قال فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء ويكذب معها 100 كذبة. خبر واحد بيجيبه صح، يقول لهم حاجة كلتوم بتموت بعد 3 يوم، ده خبر وحيد بيسمعه صح، يكذب معاه 100 كذبة، وبعد ذاك الجماعة بصدقوا بالكلمة الصح الواحدة ديك. يقول لو تتذكروا زمان أبويا الشيخ ما قال لكم حاجة كلتوم بتموت، مش قال لكم كده ومش ماتت، هاي ماتت بس، يقول لك تعالوا تكذبوا مالكم، ما هو قاعد يقول الكلام الصح. شفت يصدق بالكلمة الواحدة، ودي جابوها الشياطين لقطوها من فوق. المهم المهم أنا عند الصوفية، خد بالك في كتاب اسمه زهير الرياض، انت لو ما عارف مراجع الصوفية بغشوك، واحد يقول لك لا لا يا مولانا، وي شفت الكلام اللي بيقولوه الجماعة الوهابية ديل، ده كله ما صح، وده كلام بيكذبوا علينا. بيكذبوا عليك كتاب زهير الرياض ما بتعرفه؟ هذا قاعد الكتاب هذاك في الطبعة اللي عندي صفحة 49، ما الطبعة دي قبالك صفحة 49 وفي دي ذاتها قاعد، لكن الصفحة ما ياها. قال وهذا الحديث، جاب لي حديث نجر الصوفية قال رواه الترمذي، أها الراوي الترمذي قال وصححه، التصحيح صححه قال أحمد الطيب البشير بما لديه من الكشف، يعني الحديث لا ترجع ليحيى بن معين لا شعبة لا قال البخاري لا لا، بس يقول لك الحديث ده مختلف فيه، وهي طوال أحمد طيب البشير قال براجع الكشف في اللوح المحفوظ يكشف هل الحديث ده صحيح ولا ما صحيح، أو يسأل في الحضرة الإلهية اللي عندهم. راجع كتاب اسمه قلائد الذهب، هنا ما أظن فيه، قلائد الذهب كاتبه عبد المحمود نور الدايم، الطابع بتاعه مطابع السودان للعملة، ده طبع محل القروش محل البقر، طابعينه هنا كتاب قلائد الذهب الصفحة 183 بتكلم عن كرامات إبراهيم الدسوقي، قال ومن كرامات إبراهيم الدسوقي قوله، كلامه الآتي، قال أنا تحت العرش شاهدت ربي، فوق طلع إلى العرش، قال وشاهدت ربي، شاف ربه عديل. وطبعا ده كذب يا أخوانا، لأنه في الدنيا دي في زول بيقدر يشوف ربه في الدنيا؟ ما في زول. موسى عليه السلام، خليك من إبراهيم الدسوقي الصوفي ده، موسى عليه السلام نبي رسول كريم، ها رسول كريم،
قال لي ربنا سبحانه وتعالى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني في الدنيا ما بتشوف الله في الدنيا ولو كنت رسول من الرسل. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. انت ما بتشوف ربك في الدنيا إلا المؤمن يوم القيامة بيشوف رب المؤمن، أما الكافر المشرك يوم القيامة ذاته ما بيشوف ربه. ربنا قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ ما لهم لمحجوبون، ما بيشوفوا برضو. لكن تعال شوف الصوفي، قال: أنا شاهدت ربي. أصلا إحنا لو قلنا للصوفية الرحمن على العرش استوى، آية قرآن، الرحمن على العرش استوى وربنا فوق العرش، إنه اطلق صوفي طوال يقول لك مجسمة وهابية مجسمة. خليني أنا شيخك داك سوى شنو؟ أنا خلاني داك مش قال لك استوى على العرش، داك قال لك أنا شاهدت على العرش. شافوا زعديل كده هرأت شنو يا صوفي؟ تغلطونا نحن؟ تعال جيب الكتب، شفت الكتب بتاعتك دي بننجمك بها تمام. شوف نحن حلقتنا دي شماعة يا صوفي، تمشي تعمل لك جوطة ببرة وتمشي تحرش لك ثلاثة شماشة ودل وقاعدين ينبزوا وبيسيئوا للغرب. شوف احنا ما قاعدين ننبزك ولا عندنا معك شغل ولا فاضل لك ذاته. نحن موضوعنا معك الكتب اللي كتبتها دي والعقيدة بتاعتك دي عقيدة باطلة. نحن بنكلم الشعب السوداني واللي بيجي بيحضر حلقاتنا دي، اللي بيحضر حلقة واحدة في الغالب ربنا بينفعوا بها واحدة. ليه؟ لأنه فيها كشف لحقائقك يا صوفي. أنت بصلعة البهينة، أنا كلامي مع بصلعة هو سامعني كويس، أنا شايفه راخي أضانه، أنا عاين طيب الفرقة بتاعت القناة ديك راخي أضانه بيسمع. أنت قبل اليوم الناس ما كان بيحضروا لك في الوحدة هنا، جماعة كتار وتغش ونجيبوا 5 جنيه، بيدوك 5 جنيه، أمورك كانت ظابطة. هسه الشغلانة دي وين؟ ما في 5 جنيه، هسه واقف شغال؟ كوري تقول 5 جنيه بيديك منه؟ إلا يدوك 5 بسطونة، تاني ما في حاجة. كويس؟ بقى بيع شنو؟ الدواء بتاع الدروس؟ كويس بيع دواء الدروس، أنت كان من زمان بتبيع دواء الدروس؟ في أنت وتبيع الليمون وتبيع الشاي، ما كان استرزقت بالحلال زي المسلمين ديل؟ المسلمين ديل ما بيسترزقوا بالحلال يا أخي. اللي بيبيع ليمون ياكل لقمة عيش حلال يربي بها أولاده، واللي بيفتح له محل واللي بيشتغل في ركشة، ناس بتاكل بالحلال، أنت تاكل بالحجبات. ربنا قال: وتجعلون رزقكم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تكذب على الأمة تقول لها شيل ده حجاب حرز بحميد، حرز حميد من شنو يا كذاب يا دجال؟ حرز حميد من شنو؟ واحد أنا عندي صاحبي كان زي ديل، فكي كبير، ده ما قدر، ده كبير، ده كان فكي جامد. بعدين قال لي انا لما فيني واحد، احكي لكم القصه دي وارجع الموضوع، قال لي لما فيني واحد عامل فيها من اتباعي من الغوم بتاعني زمان، قال لي: يا ابوي الشيخ انت لابد تمشي هناك الخليج حجبات. قال لي: انت هنا بتبيعها ب10 جنيه وب6 جنيه وبشنو؟ قال لي: ما جاي بحق الشغل ده، امشي الخليج هناك شغل ده بالريالات، امشي اشتغل هناك. قال لي: لكن انت عشان تطبق الحاجه دي لابد تعمل لنا بيان بالعمل، بيان بالعمل قدام الناس وتجرب الحجاب بتاعك، لو نجح انا بوديك الخليج. قروش ثقيله جدا. قال: يا زول فكره عجبتني، بيحكي لي براه والله الفكره عجبتني طوالي. قال: لميت الجماعه والحريم والنوبه دورت وكده. قال لي: انا عندي حجاب السكين، وسكين بتاكلني ما في، وهو صحيح ما شغل بتاع الشيطان، السكين ما بتاكله الشيطان، ما بيعمل خدت لك حاجه كده تدوك بسكين وكون خدت لها حديده كو بدوك فيها كو، ما في حاجه. الزول ده قال لي: جبنا الشغلانه دي ودورت الحكايه والنوبه مدوره وانا بدوك بالسكين وما في حاجه، والنسوان بزغردوك مبسوطين. بعد شويه قال لي: زول ده بقى باذن وبقرا في قران، طبعا بنجمه، شفت قريت قران ولا اذنت؟ الشيطان ما بطير ما بيقعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن بالصلاة ولا الشيطان ولو ضرات، بيتفكفك. فهمت المعلومة دي؟ أول ما أذن وقرأ قرآن قال لي: أنا برفع في السكين فوق، رفعتها ودقيتها، قال لي: ليه العود؟
واك بجيب بكورك داك يسوي له يا ابويا الشيخ بالراحه بالراحه. ابويا الشيخ حجابك وينه؟ ده في حلك. ده البيان بالعمل ذاته. عشان كده نحن ما عندنا الحق نشيل سكين نضربك بيها، ده ما شغل بتاع دوله، احنا ما عندنا قضيه معاك، لكن انت امشي تعمل بيان بالعمل براك للجماعه، تقدر؟ اما البيان بالعمل عشان الشغلانه كلها تخرب. وبالتالي نرجع لموضوعنا الاساسي. الرجل ذاك قال طلع العرش وشاهد المولى فوق العرش، قال وانا مفاتيح الجنه بيدي فتحتها. فتح الجنه صوفي، خد بالك الجنه فتحها صوفي، فتح الجنه. قال ومفاتيح النار بيدي غلقتها، مش اقفل النار. اخر جمله ختم بها قال ومن زارني اسكنته جنه الفردوس. داير جنه الفردوس لا صلاه لا صيام لا حج لا بر والدين لا احسان لليتيم ولا شيء، زور الشيخ بس. ده يا اخوانا رايكم فيه شنو؟ ده من مصادر التلقي عند الصوفيه انهم بيطلعوا الى العرش وبيصححوا الاحاديث بالكشف فهمت والالهام. نرجع لموضوع نمره 3 من مصادر التلقي عند الصوفيه الاحلام والمنامات. يقول لك في النوم ابويا الشيخ راى رؤيا، ما يقول لك راى. تذكر واحد مقطع بتاعه لافي اسمه خليفه ولا اسمه منو؟ مقطع بتاعه لافي، رايت في المنام والجماعه قاعدين، رايت في المنام قال وفد، قال سواد عظيم، سواد عظيم من الناس، وبعد شويه جود الصحابه والتابعون وتابع التابعين، وبعد ذاك قال السيده فاطمه والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ومنو، قال كلهم شفتهم ورايت في المنام. النبي قال لي يا شيخ خليفه باسمي ورايت في المنام. النبي قال لي يا شيخ خليفه انا زايركم في السودان ورايت في المنام. النبي قال لي يا شيخ خليفه اضمن بضمانتي الجنه، دخل بضمانتي. اسالك بالله تصدق كلام زي ده انت كمسلم تقرا القران وتقرا السنه، تصدق كلام زي ده؟ ضمانه؟ الجنه بالضمانه؟ بس بضمانتي دخل بضمانتي. هو النبي صلى الله عليه وسلم ذاته لما اهله يا بني عبد مناف، دل منو؟ دل اهله. يا بني هاشم، دل منو؟ دي اسرته. يا صفيه عمه رسول الله، دي عمته. يا عباس ابن عبد المطلب، عمه. يا فاطمة بنت محمد، دي منو؟ دي بنته. قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا. ده النبي صلى الله عليه وسلم. ده زولك ذاته مش؟ كويس كويس، خليها جيبوها لهم في المقطع بعدين. ده خليفة بتاعك ذاته. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد الورى بيقول لبنته، لبنته يقول لها سليني من مالي ما شئتي، دايرة قروش بديك، سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. أها يا ناس، يجي ده يقول له، يقول لكم النبي قال لكم، قال لي أضمن بضمانتي. بالله شوف الكذب ده كيف، كذابين ومفترين. يا أخي الصحابة الكرام أبو بكر الصديق يقول لو أن رجلي في الجنة واحدة، شوف ده دارب مك، ده ابو بكر الصديق. بقول يا خليفه انت تكون خير من ابو بكر الصديق؟ كان بالمنطق يعني خليفه ده خير من ابو بكر الصديق؟ قال لو انا رجلي في الجنه والثانيه خارج الجنه ما امنت مكر الله. ده ابو بكر الصديق. عمر بن الخطاب عند الموت، ده الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل بالسيف اللي ربنا نصر به والاسلام. الفاروق وهو عند الموت ولده خاتيه على حجره، وجابن عباس قال له أنت الذي فعلت يا عمر، وأنت الذي فعلت يا عمر، وأنت صنعت يا عمر. يقول له ويلك يا ابن عباس أتشهد لي بذلك عند الله؟ ويقول له ولده ضع حجري، ضع رأسي على التراب لعل الله يرحمني. ده عمر بن الخطاب سيد الأمة بعد أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي الهلا يا صوفي وقول لك اضمن بضمانتي، تضمن؟ تضمن شنو انت ذاته؟ انت عندك حق تضمن؟ انت لا رقبتك بتضمنها، خليك للناس.
ليه رقبتك البيض من الجنة اللي رقبته منو الليلة؟ منو البيض من الجنة اللي رقبته؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة دي إلا شنو؟ إلا الله يتغمدك برحمته. لكن بعملك ما بتضمن، ولا بمكانتك ما بتضمن، ولا بنسبك ما بتضمن. بنسبك ما بتضمن الجنة، ما بتضمنها إلا ربنا يرحمك. يجي ذاك يقول لهم أضمنوا، أضمن بضمانتي. الجماعة القاعدين قام قال لهم فك لهم آخر كذبة، قال لهم انتوا القاعدين دي أنا ضمنتكم كلكم، قاعد يبكوا. يا معقولة صدقوا الكذبة؟ صدقوا قاعد يبكوا يا ناس. ده كله من الهوس. عشان كده احنا المرة الجاية إن شاء الله هنجي نتناول المزيد من مصادر التلقي عند الصوفية. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد.